إذن لمناقشة قضية النازحين ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أستاذ علي مرحبا بكم. يعني اندلاع حريق في مخيم جيم مشكو للنازحين في قضاء زاخو في دهوك طبعا يضعنا أمام مأساة كبيرة يعيشها النازحون في العراق، لكن كيف ترون أوضاع النازحين في العراق في ظل تعاقب الكوارث على المخيمات؟ للأسف يعني تعاقب الحكومات العراقية كله يتعامل مع ملفات النازحين والمعتقلين بنفس الأسلوب. نعم. وهو الأسلوب على إبقاء الحال على ما هو عليه، وزيادة الضرر لهؤلاء الناس يتم من خلال عمليات مصادرة أراضيهم أو الإبقاء، يعني الإبقاء عليها مهجورة بدون خدمات، مناطقهم مهجورة وبدون خدمات. والمشكلة الأساسية في هذه المناطق تتكون من اثنين: أولا هناك من يدعي تمثيل هؤلاء الناس، وهذه مشكلة يعني أصبحت يعني يعاني منها العراقيين في هذه المناطق. والمشكلة الأخرى هناك يعني لا نقول خطأ أو إهمال أو تغاضي، هناك تعمد حكومي لإبقاء النازحين خارج مناطقهم ومنع عودتهم لأسباب كثيرة، منها التغيير الديموغرافي، منها أسباب انتخابية، منها أحقاد طائفية وغيرها. للأسف يعني هذا حريق في مخيم وحريق في السليمانية وغير هؤلاء الناس كانوا مستقرين في بيوتهم ومعززين ومكرمين، لكن للأسف الآن أكو نعرة طائفية ضدهم، أكو حتى انضعاف النفوس. نعم. من نفس المناطق يعني يحاولون يستولون على أراضيهم كما يحدث الآن في الشرقاط ومنطقة العيث ومنطقة العويسات يعني في مناطق صلاح الدين. للأسف يعني الميليشيات الآن هي لها الدور الفاعل في هذا الأمر، في تأخير أو منع عودة هؤلاء اللاجئين النازحين بأي وسيلة من الوسائل. من يدعي تمثيلهم فقط أيام الانتخابات يتحدث باسمهم ويحاول أن يبرر، لكن بعد نهاية مسألة الانتخابات تنسى كل هذه الأمور. طيب أستاذ علي، ولكن هناك من يتحدث من ضمنهم يعني وكالات الأنباء وأيضا بعض المنظمات الحقوقية يتحدثون عن مسألة حرق خيام النازحين هي حالات فردية وأيضا تقع بمحض الصدفة، هل تعتقد ذلك أم أنه يعني ربما تكون ظاهرة نتاج الإهمال الحكومي للنازحين؟ يا سيدي، هو الأصل في الأمر لماذا هذا الإنسان في خيمة في هذا الجو وفي هذه الظروف؟ نعم. ورغم نهاية المعارك مع داعش أو غيرها انتهت منذ عدة سنين، الأصل لماذا هو في خيمة؟ لماذا هو يسكن يعني بعيد عن منطقته وبعيد؟ مو يفترض من الحكومة يعني، ثم الحكومة استلمت مئات الملايين الدولارات من الدول الداعمة والمنظمات الإنسانية والمنظمات الإغاثية، استلمت يعني أموال طائلة في لإعادتهم لكن لم تعيدهم. أما مسألة الحوادث أمر طبيعي، إنسان من يكون بخيمة وبهالظروف هاي تحدث حوادث حريق وغيرها، بس الأصل هو الإنسان يعني في القرن 21 يفترض يعيش بخيمة وينتظر تنكر المي حتى يشرب منه؟ هنا القصر. طيب أستاذ علي، أكثر من منظمة حقوقية محلية ودولية اتهمت الحكومات المتعاقبة يعني بعدم الإيفاء بوعودها تجاه النازحين، لكن هنا كيف يمكن وكيف رأيتم تعاطي الحكومة مع أزمة النزوح في العراق؟ الحكومة أزمة يعني سواء أزمة النازحين أو حقوق الإنسان في العراق. نعم. أسوأ حكومة رأتها هذه الملفات هي الحكومة الأخيرة الموجودة الآن في العراق. يا سيدي لم يذكر يعني في كل الخطابات وغيرها من الأمور، لم يذكر كلمة واحدة رئيس الحكومة، لم يذكر كلمة واحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عودة النازحين أو تصويب أوضاعهم. مع العلم نحن يعني
الكاظم الآن ينوي عقد مؤتمر حتى يحل بالخلاف بين أمريكا وإيران وبين السعودية وإيران وبين كل دول العالم. مع العلم هو لا يستطيع حل مشكلة النازحين واللي هي أبسط مشكلة، أو نزاع عشائري في محافظة بيسان تستخدم به الأسلحة الثقيلة. وبالمناسبة هذا المؤتمر هو مؤتمر دول جوار عراق إيران وليس عراق عربي مستقل. العراق لا يستفاد من هذه المؤتمرات في هذا الوقت. العراق الشعب ماله الآن أكثر من 60% يعاني من الجوع والحرمان والفقر، وتفتك به الأمراض والنزوح والخيام وغيرها، بحاجة إلى تصويب أمر هؤلاء ومساعدتهم. طيب أستاذ علي، في ظل هذا الإهمال الذي يعيشه النازحون، لكن هناك نجد أن بعض السياسيين يضعونهم في قائمة أولوياتهم. بمعنى آخر، هل تحول ملف النازحين من ملف إنساني إلى ملف سياسي؟ منذ أول يوم بدأت هذه الأزمة، ملف النازحين هو ملف سياسي ويستخدم بالمساومات وغيرها، مساومات سواء في مجال المحاصصة الطائفية أو في مجال القضايا الحزبية والانتخابية وغيرها. هذا الأمر يعني أصبح مفروغ منه. لكن ما الذي سينعكس على هؤلاء المساكين اللي يعانون من الفقر والجوع وتفتك بهم الأمراض وأبنائهم مفقودين؟ لا نعلم. طيب أستاذ علي، أزمة النزوح كما تعرفون مستمرة منذ سنوات كثيرة، وأيضا مر عليها دورات انتخابية متعددة. هل من وعد للنازحين في دعايتهم الانتخابية السابقة يمكن أن يصدق هذه المرة من ضمن الدعاية الانتخابية لعام 2021، حيث أن الانتخابات ستجرى في 10 أكتوبر المقبل؟ والله يا سيدي، يعني من خلال التجارب لم نلمس حقيقة أي تغير في مجال، يعني فيما يخص النازحين أو قضايا المغيبين قسرا أو المعتقلين وغيرها. كلها وعود، دائما الوعود الانتخابية وعود يعني تذهب أدراج الرياح. أتمنى من هؤلاء السياسيين أن يتعظون من التجارب اللي تحصل بالعالم، ويفتهمون حقيقة ما يجري، ويعملون لخدمة الناس الذي يدعون تمثيلهم. عبر سكايب من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.